الدكتور حميد عبد الله خليفة المهيري هو الفارس التالي. زاد وحميد عبد الله خليفة المهيري مؤهلين دخول جولة التميز فور انتهاء هذه الجولة الأساسية. فريدة وأسامة سبيبي يستعدان للانطلاق.
في المركز الثالث سلطان الكعبي من كاسكول. كاسكول وفي المركز الرابع من هذه المسابقة، مسابقة مفتوحة أمام الحسام الناشئين جونيور موفي عويدة محمد الكربي الساكا وكيلانوك في المركز الخامس سعيد محمد اللازمي الكوماندوس I'm not riding the group. If you want. Here. Yes. Oh. Oh, okay. If you have time, you know. I'm riding the Joker. But I'll be before. There is time between them, many problems. For all the days, or you think there will be problem? وفي المركز الخامس بل السادس عمر عبد العزيز المرزوقي والفرس كابينا. برافو ومبروك للفرسان الستة الأوائل وشكرا للسيد ماجد سلطان العوامي ومع الفائز في هذه المسابقة ميت المهري وقفة مع السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.